كابتن ابو العنين شحاته بيقول ان منتخب مصر كوكا اتعور النهارده، ف هو عنده تحفظ على مستر كوبر ان ازاي ياخد اتنين مهاجمين في بطوله جامده زي كده. فنشوف راي الكابتن عبد المنعم شحاته. اولا انا ببارك لمنتخب مصر صعوده لدور الثمانيه واتمنى له التوفيق النهارده. والحقيقه يعني المستوى بدا يتحسن من مباراه غانا كابتن جمال، كلنا شفناها، مش بس يتحسن في الـ في الـ في الاداء الفني، لا يعني في حته الروح، في حته الالتزام. شفنا حاجات جديده الحقيقه ما شفناهاش في الفتره اللي فاتت. كنا بنكسب، كل الناس ما كانتش راضيه عن الاداء، لكن في من اول مباراه غانا اتفقنا كلنا انه المنتخب شكله اتغير. لكن انا التحفظ اللي انا بتكلم فيها كابتن جمال، انا عندي المفروض 23 لعيبه كابتن هشام او 24 لعيب، 23 لعيب مقيدين في القائمه الافريقيه اللي هم بيسافروا مع الفرقه. لازم انا كمدير فني بشوف احتياجاتي في كل مركز. عندي مركز او العناصر اللي هتناسبني في الطريقه بتاعتي. مستر كوبر كابتن جمال بيلعب 4-2-3-1، يعني هو الحته اللي تحت الفيرود دي عايز فيها ست لعيبه موجودين، رمضان وكهربا ووردة وتريزيجيه وعمر جابر ومحمد صلاح. في الحته اللي فوق دي يا كابتن طالما هو بيلعب بفيرود واحد يبقى انا لازم اعمل حسابي زي حته حراس المرمى بالظبط. ما اقدرش اخد اتنين بس حراس مرمى، لان وارد النهارده حارس مرمى يتعور فلاقي واحد يقف وواحد بديل. كمان هي نفس القصه في حته رؤوس الحرب، لازم اخد ثلاثه كابتن جمال، ثلاث فراوده. النهارده قابلنا مشكله هي كبيره جدا، مش لاقيين فرود صريح يلعب في طريقه مستر كوبر، لانه فرود واحد لازم يبقى ليه امكانيات خاصه، ما ينفعش كهربا، ما ينفعش محمد صلاح، كل واحد ليه ميزات معينه بيستخدمها في انه بيجي من تحت، السرعه، المهاره. شفنا لما محمد صلاح بيلعب فرود صريح بينقصوا حاجات كتير جدا جدا، لان محمد صلاح بيحب ياخد الكره في مساحه وبيحب ينطلق من الخلف للامام. حته الفرود ده كابتن جمال عايزه مميزات خاصه، لعيب قوي، لعيب يقف على الكوره، لعيب يكون شرس، بيلتحم كويس بدماغه، ودي اللي مش موجوده في كل الناس اللي موجوده تحت الفرود. يبقى انا كان لازم يا كابتن جمال اعمل حسابي في ان انا اخد ثلاث فراوده. النهارده مروان اتعور، خلاص شكرا يا مروان، يبقى انا احط فرود وفرود بديل. يعني وارد ان انا كمان يكون مش موفق في الماتش يا كابتن هشام، وارد صح. يحصل اي حاجه، والنهارده فعلا حصل وفي التمرين مش في الماتش يا كابتن جمال. فالاختيارات مهمه جدا، خاصه في ترتيب المراكز واللعيبه اللي انا محتاجها. انا يعني انا واخد ناس يا كابتن جمال يعني ما عنديش ثقه فيها، عمال اجيب احمد فتحي من هنا احطه هنا، اجيب اشيل عبد الشافي احط احمد فتحي، اشيل النني احط احمد فتحي. طب انا واخد ابراهيم صلاح ليه؟ طب انا واخد عمر جابر ليه؟ طب انا واخد كريم حافظ ليه؟ طالما انا مش واثق فيه، مش واثق فيه ان هو يلعب. دي بطوله كابتن جمال، وبتلعب باسم بلد، باسم منتخب مصر اللي هو يعني رقم واحد دلوقتي في افريقيا. انا لما اخد لعيبه كابتن يبقى عندي ثقه فيه. رقم واحد عبد الشافي، يبقى رقم اتنين كريم حافظ يلعب او ايا كان الاسم يا كابتن جمال. واخد مروان يبقى رقم اتنين عند اي مدير فني بيعمل كده يا كابتن جمال، وحضرتك استاذنا وعارف انه كل مدير فني بيبقى ليه ترتيب معين في دماغه. فلان اتصاب بيبقى عامل حسابه على اي شيء ممكن يحصل في مباراه كابتن جمال. فانا من وجهه نظري مستر كوبر واخد ناس مش مقتنع بها فنيا، بدليل ان هو عمال يجيب احمد فتحي من هنا يحطه هنا. استحاله دي يا كابتن، ما استحاله يبقى لعبه لما يجي له فرصه. العب اداله فرصه. طيب خلينا مين؟ خلينا كريم لعب. خلينا هترد يا احمد بس. تمام. كريم لعب ومش هيلعب تاني. تمام. ايوه لعب، اداله فرصه. طب نشوف هشام. هو انا طبعا يمكن انا في جزء كده مع الكابتن